المشكل القائم حاليا ديال ارتفاع اسعار الاجهزه الالكترونيه، ثم مشكل الشحن اللي كاين، هذا مشكل قائم في العالم كامل. ولكن انا غنتكلم في الامور التقنيه، لان مشكل الشحن هذاك بسبب الجائحه وبسبب ارتفاع الاسعار والامور كامله. ولكن بالنسبه للامور التقنيه هو كاين مشكل على التصنيع عند جميع الشركات التقنيه وحتى الشركات ديال السيارات. حاليا ولينا كنشوفوا مصانع ديال السيارات يعني كتنقص عدد العمال ديالها بحكم بسبب انه التصنيع ما كاينش. علاش؟ لانه واحد لي كومبوزون الكترونيك او لا اشباه الموصلات اللي كتسمى باللغه العربيه، يعني هاد التقنيه كلها محتكره عند شركه واحده، نقدروا نقولوا ثلاثه الشركات، ولكن الشركه الرئيسيه اللي مصنعه لهاد اشباه الموصلات كاينه في تايوان، هي شركه تي اس ام سي. الاشكال اللي وقع عندها هو انه الطلب اكثر من العرض، وبسبب الجائحه ديال الكورونا كان ارتفع الطلب على الاجهزه الالكترونيه، وما يمكنش نلقاو شي جهاز الكتروني ما كيشتغلش بهاد اشباه الموصلات، واللي هي حكر بيد عدد قليل من الشركات. فالازمه اللي وقع دابا عند هاد الشركه وغيرها، يعني ارتفاع الطلب وقله العرض سبب ازمه في التصنيع، حيث انه الشركات الحاليه المصنعه لهاد الاشباه الموصلات ولات كتعامل بنظام الكوطا، يعني كتوزع بنظام الكوطة على الشركات، مما أدى يعني انخفاض القدرة الإنتاجية ديال العديد من الشركات، خصوصا أجهزة الهواتف المحمولة. هذا الشيء كامل أدى ارتفاع شوية الأثمنة وارتفاع بزاف ديال المصاريف ديال 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 الإنتاج ديال 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 الأجهزة الإلكترونية. أيضا المشكل الآخر اللي كاين هو أنه مازال الطلب مرتفع ومازال الإنتاجية قليلة. هذا الشيء سبب مشاكل كبيره، لا من حيث الشركه التعهدات ديالها مع الزبائن ومع الموزعين في العالم كامل، يعني هذا الامر هذا مشكل قائم حاليا، ومازال الناس كيلقاو كيبحثوا على حلول. كانوا فكروا انه حلول مثلا شركات دير نفس التقنيات اللي كتخدم بها هاد اشباه الموصلات، ولكن الشركه اللي محتكره لهاد التقنيه هذه نقدروا يعني نقولوا سابقاهم بواحد جوج ديال لي جينيراسيون، يعني من الصعب يعني وكيطلب الامر وقت كبير. يعني حنا ايضا كنتسناو حلول في هاد المشكل. كاينه صعوبات باش تجلب السلع المغرب، حاليا كاين منافسه شديده وكاين نظام الكوطا وكاين بزاف ديال الامور، يعني رغم بعض المعيقات اللي كتلقاها حتى في التسعيره الجمركيه وبزاف ديال الامور، ولكن كنحاولوا دائما اننا نراعي القدره الشرائيه ديال المواطن، والمواطن بنفسه يعني المستهلك بنفسه ما حسش بهذيك الزياده اللي كاينه في الثمن، لانه ما زدناش شي حاجه، يعني كنحاولوا نغطيو هذاك الزياده اللي كاينه، كنتحسب على الشركه على انها